3 شهداء و46 جريحا هم ضحايا تفجير الهرمل، كل ذنبهم أنهم كانوا في المكان الذي قررت أن تضرب فيه هذه المرة يد الإرهاب. عرف من الشهداء حسين محمد عمرو وهو عامل ببلدية الهرمل، وامرأة من آل هرموش، وشخص آخر سوري لم تعرف هويته بعد. الشهداء نقلوا لمستشفى الهرمل الحكومي، فيما وزع الجرحى على مستشفى العاصي والبتول، اثنان منهم في حال الخطر، وجرى نقلهما على مستشفى دار الحكمة في بعلبك. موجود هلأ 3 جثث، يعني في جثة واضحة وفي أشلاء لجثتين. أنا كنت بالسراي واني طالع سمعت صوت قوي كتير، وقعت على الأرض، صوت كتير كان قوي، ما عدت وعيت عن شي. أسمع شفت ناس هيك بالأرض، ناس رأسا ابني بس سمع الصوت إجا رأسا أخذني من السراي. مش ضغط، بس من ضغط الصوت وأني طالع من باب السراي. أنا ما كنت، أنا بالمدرسة وابني بالصيدلية، وطلع الانفجار وخبرنا هو الإصابة بشبكة العين وراسه 30 قطبة وكتفه، والله على الظالمين وعلى يد الإرهاب والإجرام، وشو بدنا نحكي أكثر من هيك. إشارة إلى أنه عثر على 12 كيسا من الأشلاء يرجح أن تكون للانتحاري الذي فجر نفسه.